السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو البروفيسور هاي. خرجنا معه في رحلة بحرية ليرينا بعض الظواهر البحرية المتعلقة بموضوع أبحاثنا معه عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. البروفيسور هاي من أشهر علماء البحار في أمريكا. سألناه عن كثير من الظواهر البحرية التي تتعلق بسطح البحر، والتي تتعلق بالحد الفاصل بين البحر السطحي والبحر العميق، والتي تتعلق أيضا بقاع البحار وبجيولوجيا البحار. سألناه عن هذا كله، وسألناه عن الحواجز المائية بين البحار المختلفة، وعن الحواجز المائية بين المياه والأنهار، بين المياه في البحار والأنهار. سألناه عن هذا كله وكان يجيبنا بتفصيل. وعندما تعرضنا لشرح الحواجز بين البحار المالحة، وضح لنا أن البحار المالحة ليست كما تشاهدها الأعين بحرا واحدا، إنها بحار مختلفة تختلف في درجة الحرارة وفي الملوحة والكثافة، كما نرى في هذه الشريحة. هذه الشريحة نرى خطوطا بيضاء تمثل الحواجز بين الكتل البحرية، وكل حاجز يفصل بين كتلتين بحريتين مختلفتين فيما بينهما في الحرارة والملوحة والكثافة والأحياء المائية وقابلية ذوبان الأكسجين. هذه الصورة أول ما عرفت في عام 1942 هذا الشكل، بعد أن أقام العلماء مئات المحطات البحرية في البحار لدراسة خصائص البحار. سنرى حدا فاصلا بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنطي. في الوسط هذا الذي في صورة مثلث هو عتبة في جبل طارق أسفل، وهذه في منطقة جبل طارق. نرى كيف يوجد الحد الفاصل وهو المبين باللون بين الكتلتين المائيتين يفصل بينهما. هذا أمر لا تشاهده الأبصار، ولكنه أصبح الآن حقيقة واضحة. وبتطور الأقمار الصناعية ودراساتها واستشعارها من بعد، تمكنت هذه الأقمار الصناعية من أن تصور هذه المناطق البحرية والحدود البحرية بين الكتل البحرية المختلفة، كما نرى في هذه الصورة التي التقطت بالأقمار الصناعية بالخاصية الحرارية. فظهرت البحار بألوان مختلفة كما نرى، بعضها بلون أزرق فاتح، وبعضها بلون أزرق قاتم، وبعضها بلون أسود، وبعضها بلون يميل إلى الإخضرار. هذه الألوان المختلفة السبب فيها اختلاف درجات الحرارة على سطح البحار، ولكنك لو وقفت على سطح البحر لا ترى إلا ماء أزرقا في كل هذه البحار والمحيطات. إنها حواجز لا ترى، لا ترى إلا بالدراسة وبالتقنية الحديثة. لقد كان المفسرون وهم يتعرضون لتفسير هذه الآية يقفون أمام منهجين أو رأيين متميزين. جمهور المفسرين كانوا يقولون في تفسير قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، كما رأينا هذه البرازخ الآن التي تفصل بين البحار. لكن قلت ظهر في كتب التفسير رأيان بارزان، رأي الجمهور في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان. قالوا مرج معناه خلطا، هكذا في اللغة، مرج البحرين يلتقيان أي يلتقي بعضهما مع بعض ويختلطان، بينهما برزخ أي حاجز لا يبغيان أي لا يطغى أحدهما على الآخر. الرأي الثاني قالوا كيف يكون بينهما برزخ، وكيف يوصفان بأنهما لا يبغيان، وتقولون أن مرج معناها خلطة، كيف يختلطان وبينهما برزخ؟
وقد نفى الله جل وعلا بغي أحدهما على الآخر. فقالوا إذن الاختلاط لا يمكن أن يتم، وبحثوا عن مخرج لمعنى، عن معنى آخر للفظ مرج الذي يدل على الخلط، ولكن رد عليهم الجمهور بأن استدلالهم غير صحيح. فجاءت هذه العلوم وكشفت هذه الدقائق. نعم البحار تختلط بعضها مع بعض كما رأينا، فمياه البحر الأبيض تدخل في مياه المحيط الأطلنطي، ومياه المحيط الأطلنطي تدخل في مياه البحر الأبيض، وبينهما برزخ مائل بدرجة مائلة. هذا البرزخ ينتقل فيه ماء كل من البحرين إلى البحر الآخر، ولكنه أثناء انتقاله يفقد خصائصه ويتجانس مع البحر الذي سيدخل فيه. فإذا دخل ماء البحر الأبيض إلى ماء المحيط أخذ صفات المحيط، وإذا دخل ماء المحيط إلى ماء البحر الأبيض أخذ بالتدريج في هذا البرزخ صفات البحر الأبيض، فلا يبغي أحدهما على الآخر. فتأمل كيف تأتي الكشوف ويتقدم علم الإنسان وتتجلى آيات الإعجاز. تكلمنا مع البروفيسور هاي عن كثير من هذه الظواهر وعن هذه الآية وغيرها، ثم في النهاية وجه له السؤال: ما رأيك في هذه الظاهرة التي تراها أمامك؟ نصوص نزلت قبل 1400 عام تصف دقائق الخلق والتكوين التي لا يمكن لبشر أن يعرفها في ذلك الزمان، وجاء العلم اليوم شاهدا بها مبينا لدقائقها، فما هو رأيك؟ فجرت معه هذه المحادثة. I find it very interesting that this sort of information is in the ancient scriptures of the Holy Quran, and I have no way of knowing where they would come from, but I think it is extremely interesting that they are there and that this work is going on to discover the meaning of some of the passages. Then you have flatly denied to be just, you know, from a man or human source. From who then do you think the original or the source of such information? Well, I would think it must be the divine being. حقا إنه العلم الإلهي الذي أيد الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إنه وحي فيه المعجزة وفيه البينة للبشرية إلى قيام الساعة.